البيلوت لا كي غندير اليوم ديجي منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الاوطان كيف لا علوى ميت ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى في فمي وفي دمي وكتر إخوتي هيا للأولى سعيا ننشد الدنيا أن هنا نحيا بشعر الله الوطن الملك بشعار الله الوطن الملك نطلب من كل الأبطال الرجوع إلى سيارتهم وآخر سباق الام 3 Alors pour l'M3, préparez-vous en ordre chronologique. تحية للإنعاش الوطني لمدينة مدينة طبعا على جهود جبارة اللي قاموا به من أجل حماية ديال التظاهرة للإنعاش الوطني لمدينة فاس كل الافتخار كل التقدير وفي هذا الحال ندوزو للسنف الأن 3 سنف الأن 3 اللي غادي يدخل للسباق آخر سباق هذا اليوم المرحلة العاشرة اللي هي سنت ام 3 إذن لوك كرونولوجيك حسن بعلي نمرو 1 الدوزيام سهيد أبا تراب ثوازيام سمير أحمدي الكاتريام جواد تمار نيميرو 5 عبد الله علوي نيميرو 6 على عبد الله السيزيام والو لا سيزيام سيزيام ساتيام علي غالي مسكين مولاي الغالي المسكين مسكيني نيميرو 11 امين منان نيميرو 12 احمد درويش سيفو بلا لي بيلوت les pilotes s'il vous plaît, tous les pilotes. Un, trois, c'est quoi? C'est un. Le vrai pilote, le vrai champion, c'est un nom exceptionnel. Là, le podium soir va être plus difficile. C'est tout que c'est un nom très spécial. Nous avons collage. Hassan Barli. Hassan Bien. Hamid Moussa Hamid.
اخر في جسد سمير احمد كورة قام يقوى هشام الرال سعيد طالب عبدو العلوي عبد الغني فوزي ولا علي المسكين انت باكر الارض في وان شاء الله فرصة تكون احسن من هذا العام نتمنوا نتائج احسن وتقدم للسباق المغربي. رغم اننا توجو على هوتور ديما فوق راسنا وعينينا الحمد لله سباق الطوموبيل عرف يعني ابطال بالفضل ديالكم والمتابعه ديالكم وعندنا الشاب اللي غيكون عندنا بطل شنو باغي تكون في المستقبل؟ انا كنعرف لا فامي منا فيها كامل بيهم ابطال انت شنو الاسم ديالك؟ لا لا عادي سعد عارف ما تقوليش منا انا انت كتجري في السباق واش انت كتجري في السباق؟ صحافي ما فهمتش واش انت ولا بابا؟ انا ان شاء الله في المستقبل سنتحرى على البطل الجديد كنفرحوا بنا شوفوا الوصال ديال الابطال التواجدين معنا تحيه لكم كاملين واحد بواحد الكلمه ديال ام منال فوق راس العين ونتمنى دائما الاجواء تكون مزيانه على ميدام جو ميسيو توجو اون دون لا ديسيام ايديسيون دي شامبيون ماروكان دو سبور اوتوموبيل 2019 La présence des familles, des pilotes, c'est un vrai honneur pour nous, surtout quand il s'agit des grandes familles, tout Cali. Je parle de la famille Minden, qui sont présents tous, papa, la maman et les fils, alors là, ce sont des vrais champions, un très grand salut.